هذا السيد هذا عنده بنته كدير ديالي. راه اليوم الدنيا وغدا الاخر، راه ما عندهم انا والو. انا تقريبا 20 عام معاهم، 20 عام وانا معاهم. السلام عليكم، شحال من عام وانت معاهم في الشركه؟ انا تقريبا 20 عام معاهم، 20 عام وانا معاهم. انا هاد الناس خصهم يعرفوا، كاين الناس اللي مني تبنى الوزين وهما معاهم، بداو معاهم وربما قبل يتبدا الوزين وهما معاهم. اليوم هاد الناس خصهم يفكروا، مازال هاد الناس صغار راه غيمشيو يدبروا على خدمه، عندهم دبلومات الله يعاونهم، ولكن يفكروا في هاد الناس الكبار، هاد الناس الكبار اللي بقات لهم 5 سنين، اللي بقات لهم 10 سنين، انا باقي لي 10 سنين. غنمشي لشركه اخرى واخا عندي دبلوم غندفع ما تقبلنيش، ان شركه غتقبلني وانا عندي 50 عام 45 عام، حتى شركه ما بقات تقبلك. هذا هو اللي خص يعرفوا هاد الناس ويحطوه في عين الاعتبار ديالهم. بالنسبه لهاد المقاول ذاتي قرينا عليها، دخلنا المواقع وقرينا عليها وعرفنا ماشي في الصالح ديالنا، هذه مضره لينا. الا فكروا ما في المصلحه ديال اللوزين واشنو المصالح وداك الشيء اللي باغي يطيحوا اللوزين، يطيحوا علي، يطيحوا يد العامله وداك الشيء، يفكروا في هذاك الناس. هذوك الناس اللي عندهم وليدات اللي عنده 600 درهم او 900 درهم راه كاين اللي كيتفرح ليها، امتى يشدها باش يخلص بها مول الحانوت ولا كرا ولا العالم الله، يعني راه كل شيء مضرور. الناس يفكروا في هاد الناس الكبار، كما قلت لك راه ما عندهمش فين غيمشيو يخدموا، الخدمه دابا صعابت باش يلقى واحد صغير، عادي يلقى واحد عنده 50 عام او 45، او مواد الانسان بقات ليها 6 شهور كما قالوا. هاد الناس راه هادشي اللي جابوا المصير ديالهم في حياتي الا طبقوه 100% هاد القضيه هادي، ربما راه مطبقينها دابا. احنا ما عرفناش لحد الان، ما عرفناش، هما كيقول لك اما مقاول ذاتي واما الباب، يعني ما كيخليوش اختيار اخر. سمعتي شي شركات اخرى يديروا هاد القضيه هادي؟ اول مره كنسمعها انا. لا اول مره، اول مره كنسمعها. اول شركه، اول شركه غد... يعني حنا هما اللي بغاو يبداو بينا البدايه، حنا بغيتو تجربه، بغاو واش الا 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 مشات لهم مزيانه يكملوا، ما مشاتش لهم هذيك الساعه واش غيديروا؟ يعني هما حنا هما الكبش ديال التضحيه ولا كيقولوا لها. غادير مقاول ذاتي، مقاول في مقاوله. انا بعدا ما بغيت، انا شخصيا، ما بغاتش تدخل لي لدماغي واش انت خدام، انت خدام اجير، انت خدام اجير كتجيب 40000، خدام اجير كتجيب 40000، وكي داروا بغاو يديروا لك مقاول ذاتي. مقاول ذاتي راه خص انسان عنده صنيعه، عنده حوينيت، عنده متجر، عنده يديره جات معاه، وانت مقاول ذاتي وما خدام، ما بغى، انا بعدا ما بغاش تدخل لي لدماغي. الا كان شي واحد يجي يشرح عليه وفهم عليا انا راه ما فاهمهاش. صافي حاليا انا معاك. هاد تعال هاد السيد هذا عنده بنته كدير دياليز. انا شي عندي مريض فيها كدير دياليز وكدير الشيمي، واحد هنا وعم اتابعهم دابا كل شهر خاصني 44 45 كاع ما كنقول عاد كاع ما كنقول 45 800 وشحال دفعت لهم. الناس كنا خدامين معاهم كناخذ منهم من هذاك الرزيق باش نعيش، اما باش زعما ندفع لهم الاوراق ويديروا معايا شي حاجه، شحال دفعت لهم وكيصيفطوا والو. وعاد دابا زيد رغم ذلك شافوا الناس كاملين ما عادش خلصوش، راه عيب عليهم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخر، راه ما عندهم انا والو. وراه كل واحد هنا خدام، ما خدام على ولاده ولا على عنده مرض ولا عنده مسؤوليه، كل واحد راه من اليوم انسان راه مريح على العمل، راه خاصو باش يصرف، خاصو باش يكون، راه كاين اللي عنده مسؤوليه، عنده وليدات، كاين اللي عنده كرا، كاين اللي عنده، وراه كلشي عنده كلشي خاصه. هاد الناس، هاد القانون اللي خرجوا لنا راه ما كاينش، وعمرو كان وعمرو سمعناه. انا كنخدم ربما واحد 20 عام ديال الخدمه اولا 21 عام خدمت تعيت، ما عمرني سمعت هاد القانون، ما كاينش. مقاول ذاتي ما كايناش، وكاين الناس اللي ضارب دابا 20 عام 24 عام، وكاين اسمح لي، كاين اسمح لي، كاين الناس اللي قربت تسد لونتريت، قربت تسد لونتريت وغيخرجوها مع الباب. هاد الناس اش غيستافدوا؟ ما يستافدوا حتى شي حاجه. ها قانون ديال هاد الشيء راه ما كاينش. هاد المقاول ذاتي حنا رافضينو بتاتا، وخاصهم يديروا معنا قانون ديالنا، ولا بغاو يرجعونا يخدمونا يديروا معنا قانون ديال الشغل اللي كاين. صافي نتخلصوا بالقانون ديالنا، بلا ميتيال، بكل شيء ديالنا بلاكيس.